لعبة، بخترع لعبة يا شباب. يلا اخترع. تمام؟ إذا ما اخترعت من يخترع. أيوه بخترع لعبة. اخترع. أنا أديك كلمتين. أيوه. فاتحة وخاتمة وأنت عبي جملة. حلو، يعني زي بسم الله الرحيم. مثلاً أقول لك. مثلاً أقول لك. أوعى المراية. اوعى تشوف يعني هذه اوعى الاول اوعى تخبط في المرايه بس مين المفروض يعني يزيد شوي ما يحط لا والله حلوه الجمله اوعى تخبط في المرايه نعم حلو تمام حلو والله انه فكلمه في البدايه كلمه في النهايه انت عبي اللي في الوسط يا سلام يا اخي بالله كيف والله يا فكره ايش رايك حنلعبها لمده 3 دقائق فقط دقائق. يلا عبال مر دقائق ما شاء الله يلا انا ببدا سكر الطاولة هو يعطيك الكلمتين يلا سكر الطاولة يلا ايش؟ سكر الطاولة سكر الشاي تلقاه فوق الطاولة يا سلام والله خطير عندي انا اعطي من؟ اعطي واحد ثاني ايوه معلش ملحق المجلس ملحق البيت يا جماعة إلى الحين فاضي ما لقينا مجلس الله والله والله بالكذب خطيرين اعطي راشد اعطي اعطي عبد الله عبد الله عبد الله خلاص لا انت عند راشد عند راشد هاني يلا عمودي عبد الله يا شيخ لا 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 عند راشد يقول لك بخور ودله بخور دله بخور ودله ما قد دخل لا ابدا في البخور ابدا بحاجه ابدا في البخور وتنتهي بالدله ابدا بالبخور بخور المجلس ما يحلى الا لين صبينا الدلة الله عليك يا راشد الان جايبه صحيحه كلها الله عليك واضح العبود روح شيخ عبد الله ولا بيورط يلا راشد على العبودي العبودي ايه دجاج وبهارات اي لا دجاج اليوم طابخ وبهارات لا لا رتب الجمل الجديد عبد الله دجاج اليوم مليان طاقه مليان بهارات الله عليك حلو عاطي وليس يمشي يمشي يلا عاطي ها ابي شيء صحيح عقد الموضوع لازم جمله طويله عادي لا 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 كلمتين ها انت مالك علاقه بالطويل عطنا صحن فاضي شي صحن فاضي صحن البيت دورت عليه ابغى اكل في الاخر قصه قصه دي قصه دي هي كذا صحن فاضي صحن البيت دورت عليه ابغى اكل لقيته فاضي هي كذا صح لا طويل عشان كذا كل ما استطعت تصعب البدايه والنهايه تصعبها عليه انا صعبتها لا انت قلت صحن فاضي قول له صحن سياره صحن الرز فاضي عموما الان دور نرجع لوليد لف اي اي لا لعبه حلوه لا خلاص يا وليد اللعبه الثانيه دقيقه انا برمي على مين دحين على سامي ها على سامي يلا الدجاجه اشاره ايش الدجاجه اشاره الدجاجه الله. ما تفهم ولذلك الله. ممكن تقطع الاشاره وهي ما تدري لا خلاص ولذلك ممكن وهي ما تدري تقطع الاشاره بس كم اللفه الله عليك حبيب وسامي حبيب وسامي حبيب يحلى رحله اللي طلع مع سامي يحلى بس خلاص احلى رحله حبيب احلى رحله اللي طلع والله والله ما حلوه يا راشد والله يا راشد ليش انا مسلل لعبت فيني طيب عندي لعبة عندي عيد لعبة عيد أسئلة كذا لغة عربية حبيب وسامي إيش رأيكم؟ يلا قول في لعبة عندك يا وليد أنت؟ لا أنا خلاص أنا طيب كذا اليوم والله هاني قمت من النوم شبكت معايا تمام؟ إيه فافتكرت